كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ صافا. اليوم جيت لكم بواحد الريفيو على دي فون دو تان. واحد جوج ديال لي فون دو تان نفس لا مارك، غير هما سميتو لا تان ديالهم مختلفه. سوبر ستاي ماي بيلين 24 اور 20 اور. هاد جوج هادو البنات جيت نهضر لكم عليهم بحكم تجربتي انا، جربتهم يعني مده هي تقريبا 3 اشهر. هما قال لك تبقى 24 ساعه، يعني راه سي با لوجيك غادي تبقاي بالفون دو تان 24 ساعه، راه سي با لوجيك. يعني جربتهم انا في واحد العرس تقريبا تكون ديك 19 سوايع درتو، بقى واحد شويه في ديزون اللي تبدل ليه اللون ديال، ماشي تبدل ليه اللون، غير بنت هذوك بان دوك الدهون هكا كيخرجوا الدهون ديالك في هاد البلاصه وفي لوني وفي الجبهه ديالك، تيخرج واحد شويه الدهون، ماشي مشكل، هذوك عادي راه اي ما كاينش لهم بحال اي فون دو تان كيوقع فيهم بحال هكاك. المهم ما عليناش البنات. بالنسبه ليا هاد سوبر ستاي شي حاجه زوينه، قالوا بلي هو لا ديب ديال الفون دو تان ديال هدى بيوري، صراحه نقولوا الدوزيام شوا ديالو صراحه زوين، كي كاموفلي مزيان. هانتوما غادي تشوفوا الوجه ديالي، راه من بعد وغادي نوريكم كيفاش ابليكيتو على وجهي وكيفاش درت ليه. كي كاموفلي مزيان، كيدرق، ممكن تستعملوه كيف ما قلت لكم حتى اونتي سيرن، يعني ما كاينش مشكل، كيدرق لي سيرن ديالكم، غير كيف ما قلت خصكم تعرفوا كيفاش تخدموه باش يدرق لكم لي سيرن ديالكم. ضروري من الكوريكتور البنات، اي فون دو تان بغيتو تخدموه خاص يكون الفون دو تان فيه، ديروا ليه مثلا كيفاش نقولوا، سمحوا لي، يكون البرايمر بعدا يكون الكريم دو جوغ هو الاول ويكون البرايمر ثانيا، ديروا كريم دو جوغ تيدغاتي وجهكم البنات مزيان قبل هادشي كامل. غوماج البنات الوجه، يتغسل الوجه، ماسك الوجه، هادو ضروري، يعني قبل شي فون دو تان ثقيل ولا قبل فون دو تان بعدا ديال كل نهار خلاص هادو لي بيبي كريم خاصك تكوني غاسله وجهك مزيان هكا، ما حتاش نقول لكم. المهم انا كنهضر لكم دابا على البنات اللي هكا اللي كيتعرضوا للمناسبات وبغيتي تبان وجهك زوين ومشرق وكذا وكذا ايتو. المهم البنات قلت لكم ديروا غوماج، راه حاطه لكم بزاف ديال لي غوماج في القناه ديالي، حاطه لكم لي ماسك في القناه ديالي، يعني اي ماسك فهادوك ممكن ديروهم، ديروهم لوجهكم هما الاولين. عاد دير كريم دو جوغ، ديرو واخا بالليل كريم دو نوي، ديري كريم دو نوي، كريم دو جوغ ديريه في النهار، المهم على حسب الوقت اللي غتكوني انت فيها. من بعد كتخلي داك الكريم دو جوغ ديالك يشربوا لك البو ديالك مزيان، وكديري البرايمر حتى هو، من موراها كديري فون دو تان. انا كنصحكم البنات هكا بالنسبه للبنات اللي ما كتلقاش اللون ديال البشره ديالها، ماشي غير تقول هذا قريب ليا ولا هذا فيه دي سوتون روز لا صافي ناخذو، لا عاودو ديما شريو جوج ديال لي فون دو تان، واحد فاتح واحد غامق، يكونوا فيهم دي سوتون جون، حيت اغلبيه لي تانت كيكونوا كيفاش نقول لها، تيكونوا مقاربين حنا ديالنا حنا المغاربه، يعني ما كيصلح لهم اللي كيكونوا فيهم هكا دي غوفلي جون فوسط الفون دو تان، ماشي دي غوفلي روز، هادوك تيصلحوا للكوار هكا، حنايا كيصلح لنا هادوك اللي كيكون فيهم لي سوتون جون. من الاحسن كي قلت لكم خذوا واحد فاتح، انا عندي هذا نيود بيج نمرته 21، وعندي هذا ترو كراميل نمرته 58. كيف ما قلت لكم ها هو ديال شي بيرثدي ماي بيلين، شي حاجه زوينه البنات، ما كاينه لا دعايه لا والو، هادشي راه كله كنشريه انا من فلوسي عادي. عجبتني واحد الحاجه راه تنقولها لكم البنات، ما عجبتنيش راه غادي نقول لكم ما عجبتنيش. هادشي اللي كاين غادي نخليكم دابا مع الفيديو كيفاش غادي نابليكي بحال هكا الفون دو تان، راه ديجا هنا مابليكي ومقاد، كيفاش وجهي كيبان وكيفاش دابا من بعد كيبان. شوفوا البنات التغطيه ديالو، التغطيه ديالو غزاله، خطيره خطيره خطيره، وكيبقى وكيشد كيف ما قلت لكم، راه ما غاديش يحشمكم هكا، خارجين شي خريجه زوينه معروضين اسبوع عرس شي حاجه بحال هكا، ما غاديش يحشمكم. ديروه ديروه شريوه بعينكم مغمضين، وزوين صراحه. كيف ما قلت لكم انا ديجا عندي زعما تجارب كثيره مع لي فون دو تان، تجارب كثيره مع لي بيبي كريم. بيبي كريم انا بالنسبه ليا ما تيعجبونيش،
ما كنلقاش عليهم حتى شي حاجه. واليوم نشري انا مثلا بيبي كريم، ناخد مثلا يا اما ليكرون ديالي ولا الكريم دو جور بالنسبه للناس اللي كي ما كيديروش ليكرون بحالي. انا ما كنديرش ليكرون، سافا دير با كنصحكم كل واحد وحر زعما يدير ايكرون ولا ما يديروش. انا بالنسبه ليا ما كنديروش وما عنديش معاك، يعجبوني السمر السموريه هكا، كنتخبر راسي في الصيف في الصيف سمراء في البرد بيضاء، المهم كيف ما بيكون الحال. قلت لكم كنخلطو مثلا مع كريم دو جور وكندير هكا شويه بالحق. كندير انا هذا اللي خفيف، هذا ديال فيت ميت هو ديال ماي بيلين، كنديرو خفيف هو كنخلطو مع الكريم دو جور ديالي وصافي. كنبقى كنابليكي على وجهي غير باش يعطيني داك اللون هكا خفيف على الوجه، زعما الوجه زعما لونه موحد في واحد اللوين في شكل صافي، يعطي شويه الحيويه للوجه صافي. الا كتكون غادي هكا الخدمه مع الصباح، المهم هذا هو اللي كندير انايا صافي. هادشي على هادشي اللي كاين. نخليكم دابا مع لا فيديو كيفاش ابليكيت الفون دو تان، ها هو نخلي لكم ونرجعوا في نهايه الحلقه غادي نقول لكم باي باي وتهلاو في راسكم. نخليكم دابا مع لابليكاسيون ديال الفون دو تان. شفتوا الوغ ضروري ما نحتاجوا لترطيب البشره. هنا عندي هذا ديال ايفروشي هيدرا فيجيتال، هذا وريتكم راه في الفيديو اللي قبل في الفيديو ديال الماسك الاروز، راه وريتكم فيه الجيل نيتويون ديالو زوين البنات، حتى الكريم ايدراتون ديالو زوين حتى هو. كنرطبو وجهنا هو الاول ضروري البنات كيف ما قلت لكم ضروري ما نديرو واحد بتيت ماساج ونعطيو وجهنا الوقت فين يشرب هاد الكريم ايدراتون. انا غادي سميتو غادي ندير غادي نكمل وجهي بحال هكا ونرجع لكم قبل ما نطول عليكم الفيديو. من بعد ما ترطب لي وجهي غادي ناخد البرايمر، هذا عندي ديال اسانس خوالي مبقاش فيه بزاف، راكم عارفين مع الكونفينمون ما كاينش كيفاش نمشي ندير نشريه. الوغ كنديرو البرايمر لوجهنا، البرايمر زوين فيه هو برايمر اون ميم طون كيعطي دي سوطون إيريزي، كيعطي لك لا لوجه فيه دي بايت، ما عرفتش واش يبان لكم في لا فيديو ولا لا. المهم تا هو كندخلوه مزيان لوجهنا، شتو كي كيبان شي كيتبدل فيه اللون. عرفتي فاش كدير الفون دو طون وكتخدم وجهك ولا كديرو غير هو لوجهك كيعطي واحد ليكلا زوين وكيعطي الوجه واحد النظره زوينه واشراق زوين البنات بحال هكذا. ونجيب الفون دو طون ديالي اللي العمدة هادو هما. انا دائما البنات كنشري جوج، كنشري واحد مغلوق وواحد فاتح. قبل ما كنت كندير بحال كنت كنقلب على الطان ديالي، ولكن دابا بعد ما وليت كنصاوب البنات هكا مكياج وكنحتاج بزاف ديال لي طونت، وليت كنشري بحال هكا الغامق والفاتح على حسب الاندرتون، واغلبيه يكون هذاك الفاتح فيه دي سوتون جون. الوغ كناخد شويه من سميتو من الغامق، ها هو شويه البنات كنديرو على طرف يديا. كناخد الفاتح بحال هكدا هانتوما، كناخد واحد البانسو كنميلونجي حتى نشوف واش وصلت لاتانت ديالي. الوغ انا غادي نزيد واحد شويه، مكيعجبنيش البشرة تكون كيف تنقولو البشرة تكون بيضاء، تعجبني انا تنميل بزاف للسمورية، تعجبني السمورية ولكن سافا دير باكو خاصنا صافي كتعجبنا السمورية غادي نردو راسنا سمرين صحة والعنق بيض والودنين بيضين والوجه سمر. لا ممكن اننا نسمرو راسنا بواحد الدرجة فقط، درجة على هانتوما شتي اللون راه تقريبا قريب لوجهي قريب لعنقي هانتوما شفتو صافي. كناخدو البانسو بحال كنبداو بالبانسو هي الاولى كنخدمو بيها مزيان، عاد من بعد كناخدو البيوتي بلاندر.
باش كنحيدو دوك سميتهم دوك لي مارك اللي كتخلينا الفرشه ديال البانسو كتخلينا هكا دوك الخطوط هكا كنحيدوهم كنعاودو كنطابوطيو بالبيوتي بلاندر. بيوتي بلاندر ضروري البنات اشاك فوا كتبغيو تستعملوها كتغسلوها ما تخليوهاش ليا واحد السيمانه ولا ربع ايام فين ما ساليتو منها غسلوها وخليوها وقبل ما تستعملوها تكون فازكه باش ما تشربش من البرودوي بحال هكا هانتوما شفتوها كي كرطبه وفازكه الوغ كنشدوها هي وكنبقاو كنطابوطيو بحال هكا البنات هكا 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 شفتو البنات على 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 تغطيه كيعطيها تغطيته عاليه بزاف وزوين البنات بالجهد البنات ورخيص شي حاجه اللي رخيصه وزوينه وشي حاجه نيت اللي تحمر لك وجهك هكا في المناسبات هو شويه تقيل البنات على الوجه ما ننصحكمش بيه ديروه كل نهار يعني ديروه بحال هكا تكونوا معروضين خارجين شي خريجه زوينه فهمتوا يعني ماشي ديال كل نهار خارجين بحال نوريكم بعد لي فونديشن بحال هكا الفون دو طون هذا كنديرو تقريبا يومين بالحق انا كنخلطو مع سميتو مع كريم دو جوغ كنخلطهم بجوج وكنديرو هكا في وجهي وكنمشي كندير غير شويه غير كوم كوا كنبدل غير اللون ديال وجهي وصافي هذا عندي هذا تا هو ديال فيت مي مات زوين انا كندير لها 220 زوين البنات حتى هو كيعجبني وشويه غامق تنميلونجي مع ريمال هاد ريمال تا هو زوين الكوفرونس ديالو زوينه واخده لا تانت بيضه فين هي مبانش ليا صراحه المهم خديت انا واخده فيه لا تانت بيضه عندي كذلك ميلاني البنات زوين هاد لا مارك ديال ميلاني زوينه البو ميكس بو غراس كاين اللي خلهم كاع هادو اللي وريتكم بو ميكس بو غراس انا عندي بو ميكس كنستعمل هادو وكذلك هادو اللي ضايع عليهم الحلقه اليوم ديال الفيديو هادو هما اللي كنستعمل انا هادو هما لي فون دو طون اللي عندي جربت لاموس ديال كاتريس ولا ايسونس انا بلاش انا نرجع لكم نشوفها ونجيب لكم والله ما عقلت حيت تالمون ما عجبتنيش خدمت بها شي 3 فوا وخليتها ما بقيتش عاود هو هذا البنات ديال كاتريس موس مات ما عجبنيش هادشي اللي نقدر نقول لكم هاد الساعه لي فون دو طون هادو بالنسبه لهادو راه كيتبدلوا ليهم كيتبدل لهم اللون داكشي علاش كتشوفوا هكا كندير انا تيكون فاتح شويه بدرجه على وجهي باش يلاه من بعد ما كيتبدل ليا اللون كيعطيني لون وجهي وكيعطي واحد اللون زوين في وجهي المهم البنات نتمنى هاد لا فيديو بلاتي نمشي نعكر عينو نمشي نعكر ما نبقاش لكم صفره بحال هكا ونرجع لكم نقول لكم الخاتمه انا رجعت لكم بعد ما درت العكر المهم البنات اللي غتسولني على العكر هذا ديال كاتريس ولكن الريفيرونس تمحات ليا مشات ما نعرفش انا كيفاش درت مشات ليا المهم اللون ديالو هو هذا زوينه البنات نيود ديال كل نهار المهم نرجع لموضوعنا كيف ما قلت لكم هذا الفون دو طون هذا زوين و شريوه راه ديك الساعه فاش كنشريته انا ما عرفتش واش باقي دايرين ليه بروموسيون ولا لا كتاخدي كانوا مخلينو مقيله بشي الا خديتي جوج وقيله شي 100 درهم كنت وهو الثمن ديالو شي 120 بحال هكاك داير شي 120 درهم ما فايتهاش زوينين البنات كي كاموفليو مزيان انا كنستعملهم كاونتي سيرن كذلك تي كاموفلي لي سيرن عرفو كيفاش تخدمو تي كاموفلي مزيان هادشي اللي نقدر نقول لكم هاد الساعه خليت لكم الراحه تهلاو فراسكم بزاف وبيزو بيزو بيزو